كم وقت شوط أو شوط هذا؟ كم بوينت 6 بوينت؟ أنا صفر. ها؟ كم صفر؟ 06. أيوة 60. ليش مشكلة معي؟ أنا ما يجي هذا كذا. أنا مانيو. أنا عنده. هو ما في شو ما يجي صار. أول شوط يجي. أيوة أول ما هذا تصور. تصور. ان شاء الله تعالى في سبب التايم من دي ميرا تايم لو كيا جا رہے ہیں میں ادھر مان مان لو وہ ورس کو سٹارٹ ہونے کے بعد مان لو لے ٹائم مان I'm saying there, 4 piece.
يا
وهنا نشاهد أيضا الريادة الخالدية
وعد البراق الآن، رعد البراق يتقدم بقوة، رعد البراق ونشاهد أيضا فلاش فان قادم رعد البراق ومنافسة من رعد البراق وفلاش فان رعد البراق، رعد البراق يتمكن من خطف هذه خطف هذا الشوط والصدارة والفوز الشوط الخامس إلى مبروك لشريك الحصان رعد البراق سيهدي المربع الذهبي بقيادة الخيال عادل الفريدي وتدريبات فرس الغربي كما تشاهدون. رعد البراق كان ما شاء الله تبارك الله كالبراق وخطف الصدارة في هذا الشوط بكل قوة وبكل تميز. إذن ها هو رعد البراق الذي يظهر أمامنا للمربع الذهبي، مبارك لرعد البراق هذا الفوز المستحق بقيادة الخيال عادل الفريدي. شاهد الإعادة في الحركة الأخرى هنا المنافس بين رعد البراق وفلاش فاير إلى أن اقتربت الجهاز من خط النهاية وتمكن رعد البراق من النتيجة المبدئية هي الشوط الثاني المركز الأول رقم 6، المركز الثاني رقم 5، المركز الثالث رقم 2، المركز الرابع رقم 1، المركز الخامس رقم 3، المركز السادس رقم 4. الوقت دقيقة 37 ثانية و 61 انتهى من الحكم. وحافظ رعد البراق على صدارته في هذا الشوط متمكن من حسم هذا الشوط بكل جدارة واستفيد من تلك. نبارك للمربع الذهبي المركز الأول هذا الفوز المستحق. المركز الثاني رقم 5، المركز الرابع رقم 1، المركز الخامس رقم 3، في هذه الصورة الجميلة والرائعة من ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز. وكما تشاهدون التنافس بين رعد البراق، ونشاهد هنا أيضا الشفيع عندما حاول أيضا أن ينافس رعد البراق على صدارة في هذا الشوط وضعيف في هذا الشوط، ولكن تمكن رعد البراق من السيطرة ومن المحافظة على المستوى في هذه الأداء. إذا أوردتنا النتيجة النهائية من لجنة السباق والتحكيم في المركز الأول رعد البراق للمربع الذهبي تدريبات حصل غربي وخير عجل الفريدي في المركز، وقطع مسافة الشوط بدقيقة و37 ثانية ناقص 61 ثانية. جاء في المركز الثاني فلاش فاير لمرة الخفاق الأخضر تدريبات عن حاجز الواصل وفي البوليس موليس. جاء في المركز الثالث فزاعة فريم وصلت حسن الغامدي. جاء في المركز الرابع ريادة الخالدية لخلق رباح الشامي تدريبات في إذا مبارك الجيار الأخضر الفائزة في هذا الشوط الأوائل.
سيقوم بتسليم الجائزة الأنسة في هذا الشهر الخامس الساعة 3 مالك أصطبل شمر جياد بيت العربية الأصلية التي أخذها بها وتأمر على سفر شهر الجائزة وهذا الفوز المستحق ولازم المتواصلين في هذه الأمسية الجميلة والرائعة من ميمنة التنين سلطان عبد العزيز رحمه الله إذا كما شاهدنا وشاهدتم انتهت من مباريات الشوط الخامس تسليم الفائز الأول جائزة هذا الشوط وهي 30,000 ريال مقدم من مارك الشمري لمالك الصبي شمر بعد الضراب إذا ألف مبروك للفائز في هذا الشوط لأن كان الحيز ضيق كلمناهم الحين عشان يعدلونا في البرنامج بوينت
6 فاصلة عدد لكن ما طلع عندنا في النتيجة. كلمناهم يعدلون البرنامج حقهم عشان الحيز ياخذ جميع الأرقام. لا فاصلة 6 بعدين رقم آخر يعني عشان 64 أو 63 زي كذا. أنا كلام أنا والله ما يجي من باب ما يجي ما هو بعيد
أنا على الطب ما أدري. كيف طيب مع الأسف؟ لازم التلفزيون فيه فيديو. خمسة. أنا ما. ما كلام تصور وايد. إذن شكرا للزميل لافي الرشيدي وكذلك الأخ مطلق بن سعد. أنتقل وإياكم إلى ختام الأشواط وأغلى الكؤوس المقدمة في هذا الكرنفال الجميل والكأس الغالية، كأس ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. إذن هنا الأسماء مشاهدينا متابعينا الكرام، شاهد الخالدية للمالك علي آل حيدر، إشراف وتدريبات علي آل حيدر. هنا رقم 2 سهي القلدية للمالك مربط الدلم، إشراف وتدريبات مربط الدلم، مربط الدلم. رقم 3 ياسر الخالدية الجميل الملك طارق بن فهد الشمري، سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية، إشراف وتدريبات البرومين. رقم 4 النيزك الملك عبد الله بن ناشد الحلافي، إشراف وتدريبات عبد الله الحلافي. رقم 5 مليحة سيالة، هنا رقم مربط سيالة، إشراف وتدريبات ريعان الإبراهيم. رقم 6 طارق الخالدية مربط الروحة، بإشراف وتدريبات ناصر سلامة المنصوري. رقم 7 لحيف الخالدية في موقف الخفاق الأفضل من الملك عبد العزيز، إشراف تدريبات عبد العزيز الواصل. رقم 8 دفاق جودة للملك عبد الرحمن بن عبد الله الدامر، إشراف تدريبات صالح المدفع. رقم 9 زافر الخلقية للملك سلطان غازي النمر، إشراف تدريبات سلطان علي الكالد. هذه الأسماء التي تشارك معنا في ختام الأشواط في الشوط السادس، وهنا الكأس العالية، كأس ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، إشراف تدريبات عبد العزيز الواصل على مسافة 1400 متر. الملك 4 سنوات كما قولي صالح المدفع. رقم 9 إذن هنا رقم 1 شايق الخالدية من نسل خالد البويبية والعمربية الخالدية للملك علي الحيدر، إشراف تدريبات علي الحيدر وقيادة عادل الفريدي يحمل تصنيف 6 وسكن من القرن البوابة جيل بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، إشراف تدريبات هنا شايق الخالدية على مسافة وللأسماء متوجهة إلى جهاز الانطلاق لخوض هذا الميزان في صراع الكبار. وهنا رقم 2 ساهية خالدية، شايق الخالدية
الناس الأدويج والإمرانية لمرقة الدلم إشرافة دلاتها مرقة الدلم من قطن 68 عن طرف البوابة الثانية هنا رقم 3 جسر الخالدية الناس المهاب والأمراية الخالدية المالك خلقنا الرباح الشمري إشرافة تدريبات أمريت بقيادة محمد النفسي يحمل تصنيف 69 هنا رقم 5 مليحة سيالة الناس المجد العرب والأمري دور المرقط سيالة تحمل 4 انتصارات في سجلها السباقي بتصنيف 70 هنا رقم 6 عطارد الخالدية الناس الخالدة الكويبية والأموية المرقط الجوع عبد يحمل تصنيف 58 رقم تدريبات ناصر المنصوري هنا رقم 7 لحية الخالدية من الصقر والأم الشيخة مرقط الأخبار الأفضل بالمالك عزيز الواصل عفوا إشرافة تدريبات عبد العزيز الواصل بقيادة سليمان الحبيب عبد سليمان السليمي هنا رقم 8 دفاق جودة النسل دفاق والأمة الغالية للمالك عبد الرحمن بن عبد الله الثامن إشرافة تدريبات صالح المدفع بقيادة نايف العنيزي من تصنيف 64 من طرف البوابة الثامنة والأمة الشيخة ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيل العربية الأصيلة هنا رقم 4 ميزك الناس الشفيه الريح والأم منار المالك عبد الله ميش الحلافي إشرافة تدريبات عبد الله الحلافي بقيادة محمد الزام تصنيف 60 هنا الكأس الغالية الذي سيقوم بتقديمها في هذا الشوط ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيل العربية الأصيلة هنا الأسماء مشاهدين الكرام خلف جهاز الغلاف تبتعد من خوض الميزان في صراع الكبار بالمواجهة الكبرى في هذا الكهف الفائز الجميل يجمع 9 أسماء تتنافس لخوض اللقب لخوض الكأس الغالية في هذه المواجهة هنا النيزك يستعد للصراع في هذا الشوط ويحل في البوابة الرابعة قيادة محمد اللازم واللزام هنا رقم 7 لحية الخالدية يحمل تصنيف 70 النصر الصقر وهنا ساهم خالدية لمربط الدلم من نسل العالم السويس وهنا ثمانية دفاق جودة ماذا سيقدم من عطاء في هذه الأمسية الجميلة هل سيظفر بهذه الكأس الغالية هنا استعداد هذه الأسماء ورفع الراية البيضاء والنظرة الأخيرة لسلامة الخيل والحيالة تقرع بوابات المواجهة ليبدأ صراع الكبار في مواجهة جميلة في أمسية تجمع هذه الأبطال على كأس ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة هنا على المرتبة الأولى لحيف الخالدية يبدأ الصراع وكذلك مريحة سيالة هنا تمتزع الصدارة ليتراجع الجواد نحيف على المرتبة الثانية وكذلك ساهي الخالدية يحاول ترسيم وقعه في هذه المواجهة يأتي على المرتبة الثالثة هنا نحيف يبدأ الصراع من جديد يترفع على حمل الصدارة يأتي على المرتبة الأولى من نسل الصقر هل سيواصل حتى خط النهاية أم هنالك مريحة سيالة تأتي على المرتبة الثانية هنا الكأس الغالية من سيظفر بهذا الشوط ويتتوج في هذه الأمسية بين هذه الأسماء
لحلف الخالدية وخط مستقيم. هنا علامة الأربعمية متر الفاصلة مشاهدينا الكرام، ساحل الخالدية من المسار الخارجي يتقدم هنا في هذه الأثناء، بينما لحلف الخالدية يعاود التجديد هنا في المئة متر الأخيرة. إذا لحلف الخالدية ابن الصقر يتقدم منفردا بالصدارة، ما شاء الله تبارك الرحمن. لحيف الخالدية وكأس ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز الحين العربية الأخيرة على مسافة 1400 متر ينهي المواجهة في صالح لحيف الخالدية، ما شاء الله بانطلاقة رأسية حتى خط النهاية لمرفق الحفاق الأكبر. بالفعل يأتي بأجمل حنة بأجمل كورة لحيف الخالدية مع المدرب عبد العزيز الواصل والحيان سليمان الحبيب الشيبي الذي قدم الجواد لحيف الخالدية بصورة مميزة بصورة رائعة حتى خط النهاية يظهر بنتيجة هذا الشوط. إذا لحيف الخالدية بطل كأس ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، ما شاء الله تبارك الرحمن من نسل الصقر. الأمة الشيخة وطاقة من الوطاقة المتابعة، ما شاء الله المدرب عبد العزيز الواصل والحيان سليمان الحبيب السيفي الذي قدم الجواد لحيف الخالدية بصورة مميزة بصورة رائعة حتى خط النهاية يظهر بنتيجة هذا الشوط. إذا لحيف الخالدية فقط كأس ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، ما شاء الله تبارك الرحمن من نسل الصقر.
الشباب بيعلن إذا جدتم ولا بخير هنا بيعلن اسمه طبعا شو हेलो
Okay. Thank you. Thank you very much. I'll say that for us. العزيز الواصل الخيال لويس مريز،
مقصة تأمين مدرب مصدر قيام العالية يعني كانت الكاش ناجية بالأخلاص المشاركة في هذا الشوط الخامس أصبحت الفردية في العربية القصيدة المبتدئة في أمسيتنا في كاش فايل هذه الليلة الجميلة وطالعة الميدان مدرب أمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله أرشدنا خالصا مقصة تأمين سبب ونشاهد الآن الجياد والأفراس المشاركة في هذا الشوط.
تحتفل بقوة لليل المركز الأول. ونشاهد أيضا أليانة الخالدية لا زالت متمسكة بالمقدمة. ونشاهد الآن المركز الثاني هو توصيعة للسالم محمد العايدي. أليانة الخالدية تأخذ الجهة على الراس الآن المنعطف هي الأقلية، ولا زالت أليانة الخالدية متقدمة. وهنا نشاهد الرجال والأقاص تتنافس بقوة لنيل الصدارة في هذا الشوط. وهنا نشاهد أيضا أليانة الخالدية لا زالت تصارع، وعبد البراق الآن وعبد البراق يتقدم بقوة وعبد البراق. ونشاهد أيضا فلاش فايل قادم وعبد البراق والنافس بين وعبد البراق وفلاش فايل وعبد البراق. وعبد البراق يتمكن من خطف هذه خطف هذا الشوط والصدارة والفوز للجولة الخامسة. مبروك للحصان وعد البراق ويهدي المربع الذهبي بقيادة الفيان عادل الغيري وتدريبات الحرس المغربي كما تشاهدون. وعد البراق كان ما شاء الله تبارك الله كالبراق وخطف خطب الصدارة في هذا الشوط بكل قوة وبكل تميز. إذن ها هو بعد المراوحة الذي يظهر أمامنا للمربط الذهبي. مبارك لبعد المراوحة هذا الفوز المستحق بقيادة الخيال عادل الفريدي. شاهد الإعادة في الكارت الأرضية. هنا كانت المنافسة بين رعد البراق وفلاش فايل إلى أن اقتربت الجهات من خط النهاية وتمكن رعد البراق من خط النتيجة. المركز هي الشوط الخامس، المركز الأول رقم 6، المركز الثاني رقم 5، المركز الثالث رقم 2، المركز الرابع رقم 1، المركز الخامس رقم 3، المركز السادس رقم 4. الوقت دقيقة 37 ثانية 61 ثانية. سهم القادم وحافظ على صدارته في هذا الشوط وتمكن من حسم هذا الشوط بكل جدارة. نبارك للمربط الذهبي المركز الأول هذا الفوز المستحق. المركز الثاني رقم 5، المركز الثالث المركز الرابع رقم 1، المركز الخامس رقم 3، المركز السادس رقم 4. الوقت دقيقة 37 ثانية 61 ثانية. هنا الخبرة للخيال بالأمتار القليلة المتبقية. تنافس قوي جمع بين الأفراس وزيادة المشاركة في هذه الصورة الجميلة والرائعة من ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز. وكما تشاهدون التنافس بين رعد البراق. ونشاهد هنا أيضا الشفيع حاول أيضا أن ينافس رعد البراق على صدارة في هذا الشوط وغيره في هذا الشوط، ولكن تمكن رعد البراق من السيطرة ومن المحافظة على المستوى. إذا وردتنا النتيجة النهائية من لجنة الاستئناف والتحكيم في المركز الأول رعد البراق بالمربط الذهبي تدريبات حرس الغربي وخير عادل الفريدي في المركز، وقطع مسافة هذا الشوط بدقيقة و37 ثانية و61 ثانية. جاء في المركز الثاني فلاش فاير لمربط الخطاط الأخضر تدريبات عبد العزيز الواصل وفي الرئيس كارو رئيس. جاء في المركز الثالث فزاعة فريم النتيجة النهائية. جاء في المركز الرابع ريانة الخالدية لتنظر الرباح الشميري تدريبات خلق الرباح
أن نبارك الهادي في الأمة الفائزة في هذا الشوط. مشاهدتنا مشاهدة مطالعة في الجهات الأفراد التي نافست في هذا الشوط الخامس. للجهات الخارجية العربية الكلاسيكية المبتدية العمر 4 سنوات وسبب الشوط الفائزة دون هذا الشوط كان مقدار الجائزة 3 ريال وسمع الجارية سيقوم بتسليم الجائزة. نافست في هذا الشوط الخامس عرب الشوط الخامس مالك
بان عندنا بعد الفاصلة 6 لأن كان الحيز ضيق. كلمناهم الحين عشان يعدلون في البرنامج حقهم. بوينت 6 فاصلة عدد لكن ما طلع عندنا في النتيجة. كلمناهم يعدلون البرنامج حقهم عشان الحيز ياخذ جميع الأرقام. لا فاصلة 6 بعدين رقم آخر يعني 64 أو 63 زي كذا. فاصلة 6 بعدين رقم آخر يعني
ريكومنديشن يوتيوب فيديو خمسة نعم مثلاً كسر وايد Okay guys, kumain na ba kayo? Ako hindi pa. We are all living in a parallel star. Are you guys game for ano? For a game? Okay guys, kumain na ba kayo? Oh, naka-BG naman kayong lahat. Ate Pearl! Ate Pearl is here! Welcome Ate Pearl! Thumbs up Dan Chi Chai! Thank you for the thumbs up! Mega mega love shout out to 16 million people in the house! Are you guys game for ano? For a game? Mama's recipe! Ate Baba! Hello host! Hi! Mega love shout out to you! Mama's recipe! Hindi ko pala na-share yung LS. Ate Pearl, Ate Pearl is here. Welcome, Ate Pearl. Thumbs up, down to you. Thank you for the thumbs up. Hello, welcome, welcome. Welcome, Mama's recipe. Ate Baba, baba ka ng bahay mo. May chocolate ka na. Ay, Madam Press is here. Hey, Madam Press. Hello, hello. Welcome, welcome. Mama's recipe. Ate Baba, hello, host. Hi, may galam shout out to you. Okay ha. Mama's recipe. Hindi ko pala na Okay, next would be Ate Mikulana. Guys, my premier si Ate Mikulana ng 545. Sultan Ghazi al-Numer, Shrafa Tadribat, Sultan al-Numer, kalat hadihi al-asma التي تشارك معنا في ختام الأشواط في الشوط السادس وهنا الكأس الغالية كأس ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز الرحيد العربية الأصيلة على مسافة 1400 متر لأربع سنوات فما فوق. إذن هنا رقم واحد شايق الخالدية من نسل خالد البويبية والعمربية الخالدية للمالك علي الحيدر شرافة تدريبات علي الحيدر بقيادة عادل الفريدي يحمل تصنيف 66 ينطلق من البوابة الأولى. هنا شايق الخالدية أولى الأسماء المتوجهة إلى جهاز الانطلاق لخوض هذا النزال في صراع الكبار. هنا رقم 2 ساهية الخالدية من نسل طويق والأماوية لمربط الدلم شرافة تدريبات مربط الدلم
يحمل تصنيف 68 ينطلق من البوابة الثانية. هنا رقم 3 جاسر الخالدية من نسل المهاب والأم راية الخالدية للمالك خلف بن رباح الشمري، إشرف تدريبات نمريت بقيادة محمد النفسي، يحمل تصنيف 69. هنا رقم 5 مليحة سيالة من نسل مجد العرب والأم رفيدو لمربط سيالة، تحمل 4 انتصارات في سجلها السباقي بتصنيف 70. هنا رقم 6 عطارد الخالدية من نسل خالد البويبية والأم آوية لمربط البوحبل، يحمل تصنيف 58. رقم تدريبات ناصر المنصوري. هنا رقم 7 لحيف الخالدية من نسل الصقر والأم الشيخة، مربط الخفاق الأخضر للمالك عبد العزيز الواصل، عفواً إشراف تدريبات عبد العزيز الواصل بقيادة سليمان الحبيب، وعفواً سليمان الحديبي. هنا رقم 8 دفاق جودة من نسل دفاق والأمة الغالية للمالك عبد الرحمن بن عبد الله الدامر، إشراف تدريبات صالح المدفع بقيادة النايف العنيزي، يحمل تصنيف 64 ينطلق من البوابة الثامنة. دفاق جودة يأتينا هنا بالشعار الأصفر. هنا رقم 9 زافر الخالدية من نسل منجز والأم ازدهار البويبية للمالك سلطان غازي النمر، إشراف تدريبات سلطان النمر قيادة وجبرتو راموس، يحمل تصنيف 62. هنا الصورة من المنصة الرئيسية لميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. هنا رقم 4 النيزك من نسل شبيه الريح والأم منار للمالك عبد الله منيش الحلافي، إشراف تدريبات عبد الله الحلافي بقيادة محمد الزام، يحمل تصنيف 60. هنا الكأس الغالية التي سيقوم بتقديمها في هذا الشوط. كأس ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. هنا الأسماء مشاهدينا الكرام خلف جهاز الانطلاق تستعد لخوض النزال في صراع الكبار في المواجهة الكبرى في هذا الكرنفال الجميل، يجمع 9 أسماء تتنافس لخوض اللقب لخوض الكأس الغالية في هذه المواجهة. هنا النيزك يستعد للصراع ويحل في البوابة الرابعة بقيادة محمد اللازم أو اللزام. هنا رقم 7 لحيف الخالدية يحمل تصنيف 70 من نسل الصقر، وهنا ساهي الخالدية لمربط الدلم من نسل العالم طويق، وهنا 8 دفاق جودة. ماذا سيقدم من عطاء في هذه الأمسية الجميلة؟ هل سيظفر بهذه الكأس الغالية؟ هنا استعداد هذه الأسماء ورفع الراية البيضاء والنظرة الأخيرة لسلامة الخيل والخيالة، تقرع بوابات المواجهة ليبدأ صراع الكبار في مواجهة جميلة في أمسية تجمع هذه الأبطال على كأس ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. هنا على المرتبة الأولى لحيف الخالدية يبدأ الصراع، وكذلك مليحة سيالة هنا تنتزع الصدارة ليتراجع الجواد لحيف على المرتبة الثانية، وكذلك ساهي الخالدية يحاول تحسين موقعه في هذه المواجهة يأتي على المرتبة الثالثة. هنا لحيف يبدأ الصراع من جديد يتربع على عرش الصدارة يأتي على المرتبة الأولى من نسل الصقر، هل سيواصل حتى خط النهاية أم هنالك مليحة سيالة تأتي على المرتبة الثانية؟ هنا الكأس الغالية، من سيظفر بهذا الشوط ويتتوج
واشترطلا في هذه الأمسية بين هذه الأسماء. إذا لحيف الخالدية وخط المستقيم، هنا علامة الأربعمية متر الفاصلة. مشاهدين الكرام، ساهي الخالدية من المسار الخارجي يتقدم هنا في هذه الأثناء، بينما لحيف الخالدية يعاود التجديد هنا في المئة متر الأخيرة. إذا لحيف الخالدية ابن الصقر يتقدم منفردا بالصدارة، ما شاء الله تبارك الرحمن. لحيف الخالدية وكأس ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1400 متر، ينهي المواجهة لصالح لحيف الخالدية ما شاء الله بانطلاقة رأسية حتى خط النهاية لمربط الخفاق الأخضر. بالفعل يأتي بأجمل حلة، بأجمل صورة لحيف الخالدية مع المدرب عبد العزيز الواصل والخيال سليمان الحبيب الحديبي الذي قدم الجواد لحيف الخالدية بصورة مميزة، بصورة رائعة حتى خط النهاية ليطفر بنتيجة هذا الشوط. إذا لحيف الخالدية بطل كأس ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة ما شاء الله تبارك الرحمن من نسل الصقر والأم الشيخة، انطلق من البوابة السابعة ما شاء الله تبارك الرحمن.